هلا شهود، مكشبكي شهد، شهد شوفي ليه عم تبكي؟ تكردي علي شو بكي؟ صاير معك شي بالشغل؟ طيب انتي وزيد؟ ما بقى في زيد. شو يعني ما بقى في زيد؟ تركني. تركك؟ لك ليش تركك؟ طلعي فيني. ما له قدر يقنع اهله هالشباب. ليش حبيبتي انتي بهالخمس سنين قدرتي تقنعيهم لاهلك؟ بس اهلي كانوا موافقين. هي قبل ما الازمه تاخذ بعد طائفي. واهله كانوا موافقين قبل ما تاخذ الازمه بعد طائفي. خلص بعتوا انتوا الاثنين بالهوا سوا، ليش عم تحطي اللوم عليه؟ ليش انت قدرتي تقنعيهم لاهلك؟ ليش عم تصفيه بالجبان؟ بس انا قلت له بنزل معك على المحكمه نتجوز بدون موافقه اهلي. ايه شو قال لك؟ يعني هو رفض يغضب اهله وانت ما عندك مشكله. انا بس كان بدي احطهم قدام الامر الواقع. انا ما بدي اغضبهم. كمان انا قلت له ماشي نروح على المحكمة، يعني ما في شي غلط. ايه هلا شو قررتوا؟ ما قررنا شي. قال هو تعبت اعصابه كثير وما عم يشوفني قدامه، ما انه قدران يعمل شي، ما انه قدران انه يحطني ببيته، وانه اقنع اهلنا كلياته كانه عم يحارب طواحن الهوى. يعني خلص يعني شهد والله ما بعرف شو بدي اقول لك. ما تقولي لي شي. الله يلعن ابو الحرب. لو بالحرب كنا تجوزنا. حبيبتي الحرب مو طائفية، بس في حدا بالإعلام بيحاول يوصل لنا ويغسل لنا أدمغتنا إنه الحرب طائفية، وللأسف هذا الحدا نجح. بس هي مو هيك. أنا هذا الحكي بعرفه كتير منيح، وأنت كمان. بس أهلي وأهله ناس بسطاء، على قدهم، عايشين بالضيعة، ما بيفهموا اللي نحن بنعرفه ولا بيعرفوا. طيب أنت بدك تضلي هيك عم تبكي؟ ما بتعرفي شو يعني ما يكون في زيت بحياتي. أنا بحبه كتير، هو حبيبي وروحي، هو كل شيء. طيب حبيبتي شهد، أنتي قومي بدلي أواعيكي وأنا رح أقوم أعمل عشاء، قومي نحكي.